أسعد الله مساءكم وجزء اليهم الأنباء من التنصح. أعلنت رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي عن تشكيل لجنة تتولى إعداد رؤية شاملة لدمج القوى المساندة بمؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، حيث أوضحت رئاسة الأركان إنها اجتمعت على مدار 5 أشهر نتج عنها إعداد قاعدة بيانات وتفعيل اندماج القوى المساندة في مؤسسات الدولة. كما قامت اللجنة بإعداد تقييم قانوني للتشريع المتعلق بإنشاء جهاز للحرس الوطني الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وأوضحت اللجنة إن إنشاء جهاز الحرس الوطني ضرورة ملحة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار حالة القوة القاهرة على الموانئ النفطية الواقعة شرقي مدينة سرت بعد أن منعت ميليشيا حفتر تصدير النفط من خلالها. وأوضحت المؤسسة إنها تحصلت على وعود بفتح صمامات النفط بعد أن تفاوضت مع الدولة الداعمة لحفتر والتي تقف خلف إغلاق الحقول والموانئ النفطية، بيد أن هذه الدول لم تفي بوعودها. من جانبه نفى رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنعالله جميع الشائعات المتداولة حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات النفط على 3 أقاليم بنسب مئوية معينة. أبلغت فرنسا حلف الناتو بتعليق مشاركتها بمهمة المراقبة البحرية في البحر المتوسط احتجاجاً على ما سمته بسلوك تركيا العدواني على عرقلة أو في عرقلة تنفيذ حظر الأسلحة. وبحسب تصريح سفير تركيا بفرنسا إسماعيل حقي، فإن هذا التعليق يأتي على خلفية اعتراض فرنسا على نتائج تحقيقات خبراء حلف الناتو حول هذه الحادثة، والتي خلصت بنفي مزاعم فرنسا اتهام تركيا بالعدوانية تجاه سفنها. قام عدد من المحتجين صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس باحتجاجات عارمة أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي، منددين بتردي خدمات الشركة العامة للكهرباء ومطالبين بإقالة مجلس إدارة الشركة. هذا وحدد المجلس الرئاسي 19 يوليو الجاري موعدا لاختيار مجلس إدارة جديدة للشركة العامة للكهرباء. جاء ذلك عقب اجتماع للجمعية العمومية التي عقدت الاجتماع العادي الأول للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبحضور أعضاء الجمعية، حيث تم اعتماد المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يكفل الشفافية في الاختيار وتوفر الشروط الموضوعية اللازمة مثل الخبرة والسيرة المهنية وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.